السلام عليكم أعزائي متابعي قناة المحترف للرياضة وفنون القتال. أنا لست معلم، ولكنني معلم وتلميذ في نفس الوقت. عندي خبرة معلم، ولكنني أتعلم في نفس الوقت، ولذلك أنا تلميذ معلم. كان هذا كلام بروسلي. فهل في نظركم في هذا الكلام تناقض أو شيء من هذا القبيل؟ بالعكس، هذا كلام منطقي ويجب أن يفهمه كل مقاتل أو كل ممارس للفنون القتالية، سواء كان مبتدئ أو محترف. وبروسلي لم يكن يعترف بكلمة المعلم، وكان يقول المعلم هو من مات. والمقصود هنا بالمعلم هو من مات يعني مات وبقي علمه يدرس. وأما إذا بقي المعلم على قيد الحياة فيجب أن يكون تلميذ معلم، بمعنى يعلم ويتعلم، لأن العلم لا حدود له. إذن فالذي يكتفي بما عنده من العلم ولا يطور نفسه ولا يبحث ولا يتعلم فلا يعتبر معلم. إذن أعزائي المتابعين، فجميعنا نتفق أنه يجب على المدرب أو المعلم في أي فن من فنون القتال أو أي رياضة كان يدرب، عليه أن يعلم ويتعلم. فإذا توقف عن طلب العلم فلا يعتبر معلم، لأنه لا يعني يساير العصر ولا يتعلم كل جديد في الميدان الذي يدرب فيه. والمشكل من يعتبر ذلك عيب، ومن يكتفي فقط بالحزام الأسود، ومن يكتفي فقط بما عنده، ويبدأ يتعصب لهذه الأمور ولا يريد أن يعلمه أحد، ويستحي أن يسأل أهل التخصص أو يسأل من سبقه إلى أحد الميادين فيما يخص الرياضة وفنون القتال، فهذا بطبيعة الحال يبقى جاهل. لكن قد يكون شخص تدرب مثلا 5 سنوات، ولكن زار العديد من البلدان وأخذ من فنون القتال يعني أشياء كبيرة، فهذا لا نقارنه مع شخص يعني تدرب 10 سنوات ولكن في مكان واحد ومع في وسط واحد وعند بضعة مدربين. فالذي يسافر ويطلب العلم من بلد لآخر، منهم من يذهب لآسيا ويبحث في منابع الفنون القتالية، فهذا بطبيعة الحال يكون عنده علم غزير ويكون عنده خبرة واسعة. لذلك كان بروسلي يعني المدرب الذي لا يطلب العلم ولا يبحث ويتوقف فلا يعتبره بروسلي مدرب. وكذلك نتفق جميعا على أنه ليس بالمدرب. كان هذا إخواني أخواتي موضوع هذه الحلقة، وأشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، ولا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في عالم الرياضة وفنون القتال. وأنا في انتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، ويعني نريد أن نناقش هذا الموضوع، وأي شخص عنده فكرة أو تجربة فليشاركنا إياها. وشكرا لكم من جديد على حسن المتابعة، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.